أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم طبختي هي البامية، بس البامية اليابسة، اللي كتير عندهم مشكلة بالبامية اليابسة وكيفية طبخة، لأنه إذا طبخة عملية طبخ مو ظابطة بيطلع منها مادة لزجة. اليوم رح أعلمكم كيف بتصير، شارككم طريقتي نتفادى تطلع هالمادة اللزجة، وكمان ما تنفتح معنا ولا حبة من حبات البامية. هاي هي البامية اليابسة الناشفة. بوقت موسم البامية مننشفها لتصير يابسة تماما، ومنحتفظ فيها بأكياس قماش. هذا لما كنا بسوريا. أنا هون ببلد كتير شوب وكتير حارة، فبحتفظ فيها بالبراد لأنه ممكن تدود أو تفسد بسرعة. عندي هون لتر مي مغلية، رح نزل فيها كوب ونص من البامية الناشفة اليابسة وقلبها لمدة 7-8 دقايق. بترجع بتكبر حبة البامية وبترجع كأنه طازجة مثل ما لنا شايفين بالفيديو. مجرد ما غليتها هالغلوتين وكبرت الحبة، بنزلها بمصفاية بسرعة، وفورا بدي حط عليها مي عادية. مباشرة بحط عليها شوية مي، بخليها تبرد، وبدي أعصر عليها كمان مباشرة ليمونة أو ليمونتين، هاي عصير ليمون، وقلبها شوي فيهم. هالطريقة بتخليني اتخلص من طعم التيبيس أو الطعم الناشف، وما بتخليها تطلع المادة اللزجة أبدا من البامية. هلأ بطنجرة على النار عندي معلقتين كبار سمنة، وممكن سمنة ودهنة كمان بتطلع كتير طيبة. بدي أقلب فيهم البامية بعد ما حطيت لها عصير الليمون وخليتها تصفى، والتقليب بيصير بهالطريقة بتقليب الطنجرة حتى ما تفتح معنا حبات البامية أبدا. بقلبها لمدة 5-6 دقايق، تتغلف كلياتها بالسمنة أو بالدهنة بهي الطريقة وتسخن. هالطريقة بتخليها ما تفتح، وإذا بدكم تستعملوا المعلقة بتستعملوها بهدوء شديد. هلأ بدي أبدأ حط الثوم. عندي معلقة ثوم كبيرة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وبقلبهم مع بعض. بعدين بدي أبدأ حضر لها الصلصة اللي هي من دبس البندورة. رح أحتاج من 2-3 معالق دبس بندورة حسب قوة دبس البندورة الموجود عندي. أنا رح أستعمل هلأ 2 معالق دبس بندورة، ومننتبه للتقليب، بده يكون تقليب خفيف والأفضل بطريقة هز الطنجرة. هلأ بدي نزل عليها شوي من الكزبرة الخضراء، وبدي مرق لحمة أو مي عادية، تقريباً 4 أكواب بيكونوا سخنين مغليين، وبيضل قدامي دائماً دبس بندورة في حال كان احتجت لكمية أكبر. هلأ المرقة أو الصوص اللي بتنطبخ فيه البامية جاهز، بدي حط له الملح حسب الذوق، وطبعاً تمر هندي. هذا تمر هندي معصور أو منقوع وبعدين مصفيته، احتجت أنا 2 معالق كبيرة، لازم يكون فيها طعم حموضة. بدنا نضيف اللحمة. أنا هون عملت اللحمة ناعمة بشكل كرات، قليتها بالسمنة على جنب وضفتها فوق البامية. ممكن نضيف لحم مسلوق، لحم موزات، لحم راس العصفور، اللحمة اللي أنتوا بتحبوها. وحخليها عم تغلي على نار خفيفة حتى تتعقد مزبوط لمدة 30-40 دقيقة. بتبدأ الروايح الحلوة تطلع، الكزبرة والثوم والمرقة هيك بتبدأ تتعقد، الصوص بيطلع بجنن. هي بعد 40 دقيقة الصوص بيطلع كتير شكله ولونه، بوصل للقوام المناسب. إن كان اللي بيحب مرقة أكتر بيزيد مي، نحن منحب ناكلها بالخبزة. هي بتتقدم جنب الرز، جنب البرغل بالشعيرية، يعني حسب الرغبة. هيك الصوص صار تمام، وبعدل الملح إذا احتجت. قبل ما أطفي الطنجرة مباشرة بدي حط 1-2 معالق دبس رمان حسب قوة دبس رمان الموجود عندي، وبدي حط شوي من الكزبرة الخضراء الفريش، ومباشرة بطفي النار.
وهيك صارت طبخة البامية اليابسة جاهزة. منلاحظ ولا حبة بامية انفتحت، لأنه بيطلع منظرها مو حلو، أنا ما بحبها لما بتفتح. وطبعا أكيد ما في مادة لزجة طلعت، طريقة الطبخ هي ممتازة وناجحة، والصوص بيطلع مختر وطيب، بتتقدم جنب الرز بشعيرية، جنب البرغل بشعيرية، بتتاكل بالخبزة. جربوا طريقتي، كتير طيبة، وبشوفكن بالفيديو الجاي.